خالد بن أحمد آل ثاني صاحب سلسلة من الفضايح القتل والتحرش والمخدرات كلنا فاسدون يا عزيزي، هي دي العبارة اللي بتجسد حال العائلة المالكة في إمارة قطر، لأن غالبية أفراد نظام الحامدين اتورطوا في كافة أشكال الفساد بداية من الفساد السياسي للأخلاقي والمالي، بجانب الجرائم اللي ارتكبها تميم بن حمد أمير قطر ضد العرب ووقوفه مع أعداء الدول العربية، إلى أن في جرائم تانية مخفية عن الناس كان بيرتكبها أشقاؤه من الأسرة الحاكمة، وكانوا بيستغلوا سيطرتهم على أموال الشعب القطري. الحارس الشخصي لشقيق تميم بن حمد أمير الدوحة ماثيو بيتارد كشف كتير من الأسرار اللي محدش من المواطنين كان يعرفها عنهم، وكشف كمان عن حجم الفساد الأخلاقي اللي بيرتكبه أفراد الأسرة الحاكمة بالدوحة، وقال إن شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد الثاني مدمن للمخدرات ويصطحب العاهرات وتجار المخدرات معاه في فندق بلوس أنجلوس، ده غير كمان إنه كان بيخلص على أي حد يعرف أسراره وكان بيكلف ماثيو بيتارد بالمهمة دي. ماثيو بيتارد قال إن ابن الأسرة الحاكمة في قطر طلب منه اغتيال شخصين، وده لأنهم عرفوا أسرار خطيرة عن الأمير القطري وكانوا ماسكين زلة لسان عليه، ده طبعا غير الصور المخلة اللي كانوا ماسكينها على الشيخ القطري. الشخصين دول كانوا رجل وامرأة وطلب منه إنه يخلص عليهم لأنه اشتبه في إنهم ماسكين أسرار خطيرة. الأسرار دي كانت عبارة عن مجموعة صور فاضحة وبعض الفيديوهات وأسرار تانية كتير. ماثيو بيتارد كشف الطريقة اللي كان بيطلب بيها شقيق الأمير القطري من حراسه إنهم يختلوا الناس اللي بيشك فيهم، وكان بيوجه لهم رسالة بإنهم يعتنوا بالشخص ده، وكان الرسالة اللي بيوجهها لهم نصها كالتالي: اعتني بالشخص يعني اغتياله والتخلص منه. ماثيو بيتارد لما رفض انه يختل الشخصين دول، الامير هدده ان هيقتله هو وعائلته ويدفنه في الصحراء وهيجيب غيره ينفذ المطلوب منه. حارس شقيق امير قطر الشيخ خالد بن حمد الثاني قال ان شقيق تميم بن حمد سفاح كان بيتجاوز الشبهات وبيعمل كل اللي هو عاوزه، لدرجة انه اخد في مرة من المرات جرعة افيون زيادة وتعب وقتها جامد لدرجة انه كان هيتوفى، وكان بيحجز جناح خاص لحاشيته بفندق داخل كاليفورنيا ويتراوح عددهم بين 50-60 شخص، وكان بيقضي كتير من السهرات المشبوهة معاهم وبيصرف فيها أموال ببزخ، وكان بيجيب في فندق بيفرلي ويلشاير في لوس أنجلوس عاهرات وتجار مخدرات معاه، ودايما العائلة الحاكمة في قطر كانت بتحاول إنها تغطي على كل جرائمه، وبيدفعوا فلوس للضحايا وأسرهم عشان يتنازلوا عن القضايا، لأن قضايا الفساد كانت بتحصره دايما، وهم كانوا بيحاولوا إنهم يجملوا أخطائه ويحسنوا صورته، بالرغم من السمعة السيئة اللي كانت معروفة عنه بسبب فضايحه والكوارث اللي كان بيعملها.